ما هو أصل كلمة أطلس؟ تحكي الميثولوجيا الإغريقية من خلال أساطيرها المدهشة بأن معبدا عملاقا شديد العلو نصف رأسه العلوي تكاد تنعدم رؤيته إن كان في الشتاء أو في الصيف، يدعى أطلس، يشتهر بقوته الجبارة، وقد نال عقابا صارما من الإله زيوس إذ تجرأ وثار على الآلهة واكتسح أحد الجبال العظيمة الذي يدعى بالجبل الأولمبي. فحكم عليه الإله زيوس بأن يقضي كل حياته حاملا قبة السماء على كتفه ليكون جزاء لما اقترف من ذنب في محاولته مصارعة الإله. وفي رواية أخرى يحكى أنه حكم بحمل الأرض على كتفه. ويرى بعض الباحثون أن الجزيرة المفقودة التي تدعى أطلانتس قد سميت بهذا الاسم نسبة لهذا الإله، ويؤكدون على أن كون اسم أطلس اسما إغريقيا، فإن جبال أطلس التي تقع في المغرب العربي تحمل نسبا إغريقيا. ولا يغيب عن البال أبدا أن الأساطير الإغريقية كانت تطلق اسم أطلس على القمر نسبة للإله أطلس، حيث يكون القمر قريبا منه. ولعل الباحثين المهتمين بعلم الأساطير وخاصة الميثولوجيا الأمازيغية المغربية يربطون بين عبادة البشر قديما للشمس، فيجدون بأن كلمة أطلس في النطق الأمازيغي تعني مقبرة الشمس، ويؤكدون على ارتباط التسمية بالظواهر الطبيعية. ويذهب بعضهم للاعتقاد بأن أدلاس وتيدلاس وتيلاس التي تعني الظلمات هي أصول كلمة أطلس، وما لقب بحر الظلمات الذي يطلق على المحيط الأطلسي من قبل الجغرافيين القدماء إلا تفسيرا لذلك. ولكون جبال أطلس الممتدة من تونس والجزائر حتى المغرب تنحدر باتجاه المحيط الأطلسي كان سببا لتسميتها باسمه. ويرى بعضهم أن تسمية جبال أطلس هي تسمية أمازيغية بالمطلق، كون هذه الجبال تغطي قمامها الثلوج وتحجبها الغيوم عن الرؤية نتيجة استقرار الثلوج الدائم فيها، فتبدو وكأنها تعانق السماء. وقد أكد معظم الرحالة الذين عاينوا المكان صحة هذه المعلومة، وقد قام في القرن السادس عشر أحد الناشرين بطبع أول كتاب يتضمن صورا توضيحية لجغرافية الأرض وخرائط العالم، وما كان منه إلا أن وضع صورة لهذا العملاق أطلس وهو يحمل على كتفه الكرة الأرضية، وأصبح من يومها يطلق على كتاب الخرائط هذا اسم أطلس.